اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. كريم سعيد، ازيك كريم؟ يا كابتن اسلام، الحمد لله على السلامه. كويس، الله يسلمك. كل سنه طيب. انت طيب يا كابتن اسلام. ايمن جلبرتو، ازيك ايمن؟ يا كابتن اسلام، كله كويس؟ كله بخير الحمد لله. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام، كل سنه حضرتك طيب. جيمي حبيبي يا كابتن، الف الحمد لله والسلامه. الله يسلمك، كل سنه طيبين جميعا. النهارده هنتكلم فنيا اكتر. امبارح زي ما حضراتكم شفتوا اتكلمنا في امور خاصه بما يحدث خلال الفترة السابقة من الإعلام الرياضي، وهل كان الإعلام الرياضي منصف مع النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة ولا لا؟ وسمعتوا أساتذتنا الكبار وهم بيتكلموا، نقاد الرياضيين الكبار اللي كانوا موجودين معنا امبارح وتكلموا في هذا الأمر. النهاردة هنتكلم في نادي الزمالك، كيف يلعب نادي الزمالك، كيف يلعب فيريرا في هذه المباراة الهامة، مباراة الكاس. خلي بال حضراتكم بتختلف، هل مباراة الكاس يا كريم بتختلف عن مباريات الدوري؟ بمعنى ان تحضيري لمباريات الكاس، نهائي الكاس طبعا، بيختلف عن اي مباراة اخرى؟ كتحضير لا، ولكن كحسابات عند الجهاز الفني وعند اللاعبين مليون في المية طبعا مختلفة، لان احنا بنتكلم ان في الدوري اكيد كل فريق بيبقى باصص هو عايز من الماتش ايه. ساعات في بعض الاحيان في فريق بينزل يلعب على تو اوبشنز، انا عايز العب على التعادل، التعادل مش هزعل منه، وعايز العب على المكسب. في الكاس لا، الكاس انا بتكلم على ماتش 90 دقيقه، في ممكن يوصل ل 120 دقيقه، لكن جزيئات بسيطه جدا 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 بتفرق. الفريق دايما اللي بيتقدم في ماتش حاسم بيبقى عنده افضليه، والروح المعنويه عنده بتزيد على الفريق اللي قدامه اللي هو مطالب ان هو يعمل ما يشبه الريمونتادا او الكامباك. فانا بشوف طبعا ماتشات الكاس تحضيرها مختلف، واعتقد في الوقت الحالي النادي الاهلي بقى مطالب بحاجات كتيره جدا جدا، اللي احنا فعلا يوم الخميس هنواجه فريق جاهز بدنيا وفنيا بشكل كبير جدا جدا. وده اللي انا كنت بقوله يا كريم، لانه طبعاً البعض بيحاول يقول لك ان فريق نادي الزمالك فريق واقع، عشان الدكه البدلاء مثلا ما عليهاش لعيبه تقيله، بيحاول لا يزيد من الجهاز الفني بتاع نادي الزمالك، لا يزيد من الجهاز الفني بتاع الزمالك. بالظبط، فبنتكلم يعني مش فريق، لا مش فريق واقع يا جماعه، فريق جيد جدا. لا طبعا كابتن اسلام، السؤال دلوقتي انت مدير فني، مدرب، هو المدرب الشاطر اللي اجيب له لعيب بيرفكت ويقدم منه نسخه حلوه، ولا اللي اجيب له لعيب ناشئ صغير ويعمل منه فريق كويس؟ نسخه، هل بكل امانه نسخه زمالك فيريرا هي نسخه زمالك كارتيرون؟ لا طبعا، هنتكلم زمالك كارتيرون فضل بيخسر العديد من النقاط، وفيريرا فعلا قدر بالظبط بعد ماتش انبي، كنت لسه بتكلم مع جيمي في الحته قبل الهوا، بعد ماتش انبي جيش وانبي خد قرار شجاع جدا فني، قرار ذكي، قرار صحيح سليم. يا جماعه القايمه دي ما تنفعش تلعب باربعه انت واحد تاني، انتوا ما تقدروش تعملوها. طب نعمل ايه يا كوتش؟ 3 4 3 منذ تحول نادي الزمالك للعب بطريقه 3 4 3 مع فقداننا وفقدان النادي الاهلي العديد من النقاط، النهارده نادي الزمالك هو الاقل خساره للنقاط في الدوري، وهو طبعا لسه بدري جدا، لكن حاليا معلومه نادي الزمالك هو اقل الفرق خساره للنقاط في الدوري، وبالتالي احنا لازم نشوف ايه نقاط القوه في نادي الزمالك، ولازم نشوف نقاط الضعف، وندرس. كان فيريرا مش مدير فني جديد، لا يعني واجهنا قبل كده وكسب بالنادي الاهلي ثنائيه دوري وكاس، فلازم نبقى جاهزين كويس، لان الراجل فعلا مدير فني قدير، مدير فني عنده حلول وبيقدر يعني يتصرف في المواقف دي، فمحتاجين ان احنا نكشف هذه الامور طيب ونتكلم عليها شويه. ايمن، طبعا هناك الفارق في التحضيرات ما بين الكاس والدوري، كريم قال نعم هناك فارق، ولكن هل هناك ان انا بلعب الزمالك، اهلي وزمالك يعني بيلعبوا بعض، غير ان الاهلي يلعب فريق اخر؟ اكيد طبعا، حتى لو في النهائي يعني. طبعا، لا حتى نهائي القمه الناس كلها بتبقى عينها عليه، فكره الناس نفسها لما بتتحضر زي كده نهائي القضيه ممكن، ونهائي كايزر تشيفز شوف حجم المتابعه وحجم الاهتمام، رغم ان دي بطوله التاسعه ودي العشره، وبرده كانت مجد، والنادي الاهلي ضاعف القابه، الفرق بينه وبين اقرب منافسيه في عدد الالقاب في دوري ابطال افريقيا، ولكن حتى الان الناس بتتكلم على نهائي التاسعه اكتر بكتير جدا من نهائي العشره اللي هو كان من كام يوم، والناس بتقول ده ما خدش حقه في الاحتفال. فطبعا النهائي لما يكون مباراة أمام نادي الزمالك الأمور مختلفة نفسيا معنويا، الانتصار فيه بيضاعف الفرحة، نعم، لأن أنت بتكسب الغريم التقليدي بتاعك. الفرق حتى دلوقتي في البطولات، يمكن نادي الزمالك في السنين الأخيرة تحديدا كان الكاس هو البطولة
اللي بيكسبها بشكل مستمر وقدر ان هو يقلل الجاب فيها مع النادي الاهلي. بقت 10 الفرق بقى 10 القاب اعتقد. فحتى اخر فتره الزمالك تقريبا واخد 6 بطولات من اخر 8 في كاس مصر. النادي الاهلي محتاج ان هو يعني يستعيد فكره ان هو بيتسيد في الكاس. البطوله في المتناول 90 دقيقه تقدر تجيب لك بطوله امام المنافس التقليدي في ظل ظروف بدنيه ومعنويه فريق النادي الاهلي فيها مش افضل حال. ممكن تبقى مباراه خطوه ل يعني ان الدوري الامور فيه تتحسن. اللعيبه نفسها الامور بدنيا وفنيا فيها تتحسن. يعني لو ممكن سريعا يمكن انا كنت صغير ممكن كريم مثلا عاش الفتره دي. ما اعرفش جيمي لا يعني كريم اكبر مني يعني فوتها يا كابتن معلش ما انا اعمل ايه بقى نهائي 92 لا قصدي كمشجع يعني انا بالنسبه لي انا في نهائي 92 كنت صغير قوي. كابتن ايمن شوقي مباراه الزمالك بنتكلم النهائي كان تقريبا نفس الظروف. كان النادي الاهلي في الدوري مخلص الدوري مركز رابع جمهور وقتها. يعني الامور مع النادي الاهلي كانتش في افضل حال. المباراه النهائيه نفسها بتاعت الاهلي والزمالك رغم الاهلي تقدم بضربه راس جميله جدا لكابتن ايمن شوقي لكن الشوط الثاني كله زمالك. اي حد اتفرج على الملخص كابتن رضا عبد العال الجون التعادل اللي جابه في النهايه. بمناسبه الملخصات يا ايمن احنا من بكره ان شاء الله هنذيع لحضراتكم بعض الملخصات لمباريات الاهلي والزمالك ومباريات الاهلي النهائيه في الكاس هتتفاجئوا بيها ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. اتفضل. فالكابتن طاهر ابو زيد بيشوت الفاول حتى بسمع تعليق كابتن ميمي الشربيني بيقول فاول من بعيد قوي. بيقول الفاول ده بالنسبه لكابتن طاهر ابو زيد كانه ضربه جزاء والفاول من بعيد وبيشوطها وبتترد من حسين السيد. كابتن ايمن شوقي يحطها في الدقيقه الاخيره 92 وبنكسب كاس في موسم كان صعب على النادي الاهلي. اعتقد دي نفس ظروف ممكن تتكرر وبالتالي هنشوف بعد كده الاهلي في التسعينات عمل ايه. يعني فتره الاهلي في التسعينات ما بعد ذلك كانت هي من يعني حقبه كانت مثاليه جدا ومزجاجه. فان شاء الله خلي بالك برضه نفس الفكره اللي انت بتتكلم فيها دي مباراه ال 4-3 لو تتذكر 4-3 اسامه حسني كاس مصر يعني يمكن ظروفنا احنا كانت الفتره ما قبل هذه المباراه كانت كويسه جدا بالنسبه لنا كاهلي يعني. لكن المباراه نفسها راحت وجت هم تقدموا علينا مرتين يعني كانت 2-1 وبتريكا جاب الجون شوقي في الدقيقه الاخيره في المباراه وبعد كده هم رجعوا جابوا جون جمال حمزه بعدين احنا جبنا تقدموا ثلاث مرات واحنا رجعنا في الاخر انتهت 4-3 بهدفين كابتن اسامه حسني. يعني انا شايف ان المباراه دي تعتبر من وجهه نظري اصعب مباراه للاهلي في الموسم واهم مباراه للفريقين في الموسم. المباراه الجايه ليه؟ انت جاي من هزيمه قدام بيراميدز اوكي متاخر تعتبر بفارق 3 نقاط. لو كسبت ان شاء الله المباراتين المؤجلتين على نادي الزمالك فوزك باللقب بتاع كاس مصر ده النهائي كاس مصر ده هيرجعك للموسم تاني. أيوة. هيرجعك تخليك بطل كاس مصر وهيخليك في الدوري هترجع معنويات الزمالك هتقل. الزمالك عندهم مرحله الشك شويه في المباراتين الاخر ان هم بيكسبوا نوعا ما من وجهه نظري تكتيكيا والمدرب محترم وكل حاجه بس في سنه يعني ايه بيكسب وهو وحش في سن التوفيق وحظ بصراحه. فانت لو كسبتهم في المباراه دي انت الشخصيه بترجع لك شخصيه النادي الاهلي هترجع عايزين روح اكتر من اللي احنا شفناها في مباراه بيراميدز. فالمباراه دي فرصه لعوده النادي الاهلي من وجهه نظري للموسم عكس لا قدر الله لو حصل خساره لا هتبقى انت بتخسر كاس بتخسر نهائي افريقيا برضو قدام الوداد فبتبقى نوعا ما الزمالك نفسه ثنائيه والزمالك نفسه بيفوق وبياخد ان هو اخد كاس مصر. فلازم اللعيبه تفهم ان المباراه دي من وجهه نظر هي اهم مباراه للنادي الاهلي في الموسم لا تنازل عن الروح والعزيمه واللعب وعايزين شخصيه النادي الاهلي ترجع. احنا شفنا في مباراه بيراميدز بصراحه برضو احنا خلينا نتكلم على اللي جاي افضل وجهه نظري ان احنا نتكلم على اللي جاي افضل لانه احنا كلنا ننتظر مباراه يوم الخميس القادم. انا النهارده الحقيقه شفت معظم يا كابتن اسلام عندنا مشكله بدنيه من اول السنه دي. ما هو ليه يا احمد مولانا ان نتيجه لاعبين انا شفت حضرتك عامل احصائيه جميله جدا ان هم لاعبين 150 مباراه شفتها الحمد لله. في ناس كتير في ناس قطعت الحته الاولانيه بس وترابت لكن ما حدش المهم يعني يلا هم لاعبين في احصائيه يمكن انا قاعد عايز احلل الاداء بتاع النادي الاهلي في الفتره الاخيره فبحاول ادور على اسباب. لقيت ان انا عملت احصائيه كده في المباريات اللي هي الفارق الزمني فيها من 3-4 ايام هتلاقوا النادي الاهلي يا بيتعادل يا بيخسر في الفتره الاخيره تاكيدا على كلامي بس مباريات الاسبوع يعني مباراه المصري كان الفارق الزمني قبلها 3 ايام خسرنا 1-0. مباراه الجيش كان 4 ايام وراجعين من ماتش الرجاء المغربي اتعادلنا 0-0. مباراه سيراميكا 1-1 وكان الفارق الزمني 3 ايام.
البنك الاهلي كنا راجعين من وفاق سطيف وتعادلنا 0-0 قدام الزمالك قبل الماتش. انا بتكلم الفريق الزمني ده اللي هو قبل الماتش اربع ايام اتعادلنا 2-2 قدام سموحه خسرنا 3-2 وكان الفريق الزمني 3 ايام قدام الجونه اتعادلنا 0-0 وكان الفريق الزمني 3 ايام قدام بيراميدز خسرنا 2-0 وكان الفريق الزمني 4 ايام. فدي بتاكد ان لعيبه النادي الاهلي اللعيبه انت معاك كواليتي لعيبه جايبه 2 دوري ابطال افريقيا وجايبه 2 برونزيه كاس عالم، بس اللعيبه مجهده. انا من وجهه نظري في اجهاد، الاجهاد ده مطلوب منه ايه؟ مطلوب من المدرب ان هو يكون عارف، ريكاردو المدرب البرتغالي يكون عارف ان اللعيبه عندها اجهاد في الفتره دي، وباين في النتائج. انت ماتش فيوتشر كسبان 4 ليه؟ عشان كان عندك اسبوع راحه قبلها. ماتش وفاق ستيف كسبته وفاق ستيف 4 ليه؟ وعملت احلى ماتشاتك عشان كان في اسبوع راحه قبلها. فلازم الناس تكون عارفه ان اللعيبه دي زي ما حضرتك جبت الاحصائيه امبارح بتلعب مباريات كتيره جدا، ولازم المدرب من وجهه نظري ان في ان هو بيطبق ضغط عالي في لعيبه النادي الاهلي. هو لسه مش واضح الحقيقه حتى الان هو يطبق ضغط فكره عالي، لانه مباراه طبق ومباراه تانية لا، يعني خلينا ننتظر. بس في الهاي بلوك او الضغط العالي ده مش هينفع مع لعيبه النادي الاهلي في كل المباريات. ليه؟ لان انت عندك لعيبه مجهده، فانت لازم تستغل بعض الاسلوب في بعض الفترات، مش هيبقى الضغط العالي 90 دقيقه. دي من وجهه نظري. مره في يوم من الايام كنا بنلعب نفس الفتره دي، معلش انا كل شويه بفكر في حاجه كده فبتجيلي، انا اسف ان انا بقول هذا الكلام، لكن مباراه 2-0 الله يرحمه محمد عبد الوهاب كان بيلعب باك ليفت في هذه المباراه. 2-0 كسبنا الزمالك 2-0 الشوط الاول وخدنا البطوله، خدنا الدوري قبلها بست سبع اسابيع. الماتش ده احنا لعبنا ازاي؟ فوجئنا ان مانويل جوزيه قبل المباراه نده علينا، تعالوا اسلام وبركات تعالوا، انت مش قال لي انا كده، قال لي انت مش بتحب ان بركات يلعب قدامك؟ هيلعب قدامك اهو يا عم الماتش ده، يلا يا عم شوف هتعمل ايه. وقال لي بركات وقف على نص الملعب ناحيه اليمين خالص فاتح خلاص، هيجي معاك الباك ليفت، كان طارق السيد، وطارق معروف ان هو بيهاجم بشكل جيد يعني، فهيقف معاك، فهيبقى عندك مساحه فاضيه يا عم اسلام، هتتلعب لك الكوره ناحيه اليمين تمشي شويه، وتتلعب لك من شوقي ناحيه اللي بتاع بالعرض. اه كسبنا 2-0 الكورتين، واحد لابوتريكا واحد ميتا في 18 دقيقه وعمل الراجل تغيير بتاع الزمالك، المدير الفني للزمالك عمل تغيير، طلع طارق السيد ونزل وجاب ابو العيله باك ليفت تقريبا يعني على ما اتذكر. فقصدي اقول لك ان هو عمل ليه القصه دي كلها، لانه الفتره دي كنا بنلعب من نص، لعبنا نص الملعب الماتش ده بس، الماتش ده بس لعبناه من نص، كل الفرقه كانت بترجع تقف على نص الملعب كده وتنتظر. فكانت الناس كلها ايه اللي بيعمله مانويل جوزيه ده؟ ف 2-0 في اول ثلث ساعه طبعا الدنيا، الشوط الثاني بقى غير وعمل، لكن في النهايه انا اقصد اقول لك ان هو اكيد الراجل عارف الكلام ده كويس طبعا. فاهم ان الفتره اللي جايه هي فتره صعبه، فتره صعبه من الناحيه البدنيه ومن الناحيه الفنيه كمان جوه الملعب يا محمد. لكن انت عندك لعيبه ابطال زي ما احمد قال وزي ما كريم، كلنا بنتفق على هذا الامر ان اللعيبه دي جابت يا جماعه بطولات كتير، مش معنى ان هي مستواها ينزل ان احنا نشوف. انا النهارده زي مش زي يعني قلبي وجعني والله لما شفت اللعيبه كلها عيني نازله باصه في الارض كده، افتكرت ايام كده، بس احنا كانت ايامنا كلها على طول بنكسب فما كانش، لكن فحاطينه الشوف في الارض كده حسيت ان الموضوع صعب برضه. ان انا شوف علي معلول بهذا الشكل دلوقتي، علي معلول ترند على تويتر، شوف فرحه قلبه دلوقتي لما يلاقي كل جمهور النادي الاهلي واقف معاه، شوف فرحه قلب الشناوي لما يلاقي كل جمهور النادي الاهلي واقف معاه، محمد مجدي قفشه شريف، شوف اللعبة دي هتبقى عامله ازاي يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله. يمكن الاحداث اللي حصلت في الايام اللي فاتت خاصه بعد مباراه بيراميدز تحديدا يعني وضعت الجميع امام مسؤولياته، سواء الجماهير او معلش يا محمد وانت بتتكلم احنا حاطين الكاسي اهلاويه، الكاسي اهلاويه ده الهاشتاج اللي اي حد من حضراتكم عايزين يسال كريم، يسال ايمن، يسال احمد، يسال محمد، يبعت لنا اي سؤال وانا هقوله على الهواء دلوقتي مع حضراتكم، اتفضل يا محمد. فوضع الجميع امام مسؤولياته سواء الجماهير او اللاعبين، يمكن اللاعبين حاسين بالمسؤوليه بعد مباراه بيراميدز، الضغط الجماهيري زاد بعد مباراه بيراميدز، المسؤوليه وانت بتلعب اهم مباراه ليك في السيزون مضاعفة. الأولى إنك تحصل على بطولة تبقى إن تدخل السيزون تاني، التانية إنك بتصدر ضغط عكسي للمنافس بتاعك، لأنه هو نفس المنافس فاينل الكاس هو الزمالك، هو نفس المنافس بتاعك على بطولة الدوري. مهم جدا إنه ريكاردو سواريش بيراميدز دخل دلوقتي أكيد، لكن بيراميدز شوية بيفقد نقاط بسهولة أكتر من الأهلي والزمالك. ريكاردو سواريش هو في مرحلة التعلم،
وده لازم نعيه جيدا. الراجل بقاله 17 يوم فدرس في مباراه فيوتشر، درس رغم ان احنا كسبنا 4 درس، وهو المخزون البدني اللي اكيد الراجل عنده انفو بيه، والحاله البدنيه اللي عليها الفرقه بالكامل خاصه العناصر الدوليه اللي كانت موجوده في المنتخب خلال الفترات اللي فاتت، عدد مباريات كبير جدا في وقت زمني قليل، ده بيحط ضغوط بدنيه على اللعيبه، وده اللي هيحدد الشكل اللي هيكمل بيه سوارش السيزون لحد ما يبقى عنده بري سيزون بقى السنه الجايه ان شاء الله، قبل السيزون الجديد. مهم جدا ان الراجل وهو بيعمل التاكتيك والبري بلان والاناليسيس بتاعته قبل ما يلعب مباراه الزمالك يحط في الاعتبار السيجمنتيشن وتقسيم المباراه وازاي اقدر اشتغل وازاي اعمل ده وتاني. الراجل تقسيم 120 دقيقه لو ممكن يحصل طبعا عشان كده الراجل ما اظنش انه هيعمل ده، حتى لو عمل الهاي بريس او ابتدى يضغط من فوق هيعمل له الوقت من المباراه. احنا عندنا 6-4 من ال 90 دقيقه، بنتكلم على انه الراجل احنا عملنا ده في مباراه فيوتشر في الثلاث اربع الاولين خلصنا المباراه، فهو اتعلم درس انه انا ما خلصش بدري، ما خلصش مخزون بدني بدري. مع بيراميدز اتاخرت في النتيجه، ما كانش عندي توفيق، ما كنتش موفق، الفرقه بالكامل ما كانتش موفقه، لكن لما حاولت ارجع في المباراه وانا مخزون البدني بدا يستنفذ الامور بقت صعبه. يقينا الراجل تعلم من ده، الراجل ريح اللعيبه امبارح رغم انه كان رافض الاجازات تماما، ريح اللعيبه امبارح عشان يعملوا ريكفري بشكل جيد. اعتقد ان الحاله البدنيه والحاله الذهنيه اللي هيبقى عليها اللعيبه بعد الخساره امام بيراميدز رب ضاره نافعه. خساره بيراميدز هتحط اللعيبه على التراك تاني، حاله التركيز هترجع جوه الفرقه تاني، ان هم يرجعوا الثقه وينقلوا الجمهور من حاله الشك لحاله اليقين ان احنا ان شاء الله نكون متواجدين بكاس مصر ونكمل في الدوري ان شاء الله. كريم، الزمالك فريق جيد طبعا ومش فريق واقع للمره المليون، بقول هذه الكلمه لانها بيتم ترديدها خلال هذه الفتره، وبالتالي الزمالك لو عندك حاجه احصائيه عايز تتكلم فيها. عايزين نقول ارقام واحده بالظبط، الافضل ان احنا نتكلم عن الارقام عشان الارقام واضحه بالنسبه لنا، واحنا طبيعي جدا جدا لازم نبقى شايفين نادي الزمالك بالصوره في وجهه نظر. يعني حته احمد هو بيتكلم على الزمالك وفريق، انا بشوف كلمه التوفيق، التوفيق دايما احنا متفقين، ومنظومه النادي الاهلي طول تاريخها مؤمنين ان التوفيق بيروح للمجتهد طبعا، ده عشان بس يعني تبقى قاعده على الجميع، ودي رياضه اي حد، والنقطه مهمه جدا يا جماعه، اللي بيمارس رياضه بيبقى عنده بعض التفاصيل الصغيره في التحليل غير اللي بيمارس رياضه، لان ممارسه الرياضه ساعات انت بتبقى عامل كل حاجه صح بس ربنا سبحانه وتعالى موفق حد تاني. زي مثلا هدي مثال بسيط جدا، ماتش الزمالك والمقاولين ده يعني افضل مثال ممكن اقوله. اول شوط وان سايد جيم، وان سايد واعنيها واعني الكلمه وان سايد جيم لنادي المقاولين فنيا وتكتيكيا كل شيء. نادي الزمالك راح على مرمى نادي المقاولين بضربه ركنيه واحده جول توفقوا فيه. طيب الشوط الثاني نادي المقاولين مخزون البدني عنده بعد الدقيقه 55 بح، انهم عملوا جهد كبير جدا جدا في الشوط الاول. فريرا ثاني برجع اقول من المدربين اللي ما بيلعبش على الاستحواذ، وهنا استدل برقم. منذ تحول فريرا لطريقه 3-4-3 مع نادي الزمالك بعد الخساره من جيش وانبي، معدل تمريرات نادي الزمالك كابتن اسلام في المباراه الواحده بيتراوح من 360 تمريره ل 410 تمريره، وهو معدل منخفض للغايه. يعني مثلا مباراه نادي الزمالك والمحله الاخير نادي الزمالك عمل 435 تمريره مباراه واحده. طب النادي الاهلي في عهد فايلر، في عهد حسام البدري، لو كان ايام جوزيه وعندنا شركات بتعمل ستاتس وكده، وحتى ايام موسيماني، احنا فرقه بتلعب على الاستحواذ. معدل استحواذ النادي الاهلي وتمريراته في المباراه الواحده بيصل من 550 تمريره ل 650 تمريره، وفي بعض المباريات لو بنلعب يعني منافس منخفض تماما ممكن نعدي ال 700. فبالتالي فريرا جه فهم ان القايمه الحاليه اللي معاه دي ما تقدرش تعمل مباراه استحواذ. مين اللي فريرا؟ فريرا طبعا. اوكي. طب ده قرار فني. في بدايه فتره فريرا كان بيخسر. ونادي الزمالك كان متاخر في النقاط، نزيف النقاط عن نادي الزمالك وقف لما فريرا خد قرار فني بتعديل خطه اللعب وبدا يستخدم محمد عبد المجيد كلعيب اسامه عبد المجيد كمساك تالت. رغم انه لاعب ناشئ لكن هو خد المغامره، خد المغامره في ايه؟ في الطريق، واستحمل اللعب وبدا يديله. احنا شفنا مباراه نادي الاهلي نعم وكسبه
طب احنا لا وكسبه وكسبه طبعا ويمكن كريم المغامره برضو لان هو غير الطريقه وقت ما كان لسه محمود علاء اعتقد وعبد الغني طبعًا والونش موجودين فحسام عبد المجيد لما نزل النهارده الونش يا ايمن النهارده الونش عنده اللي مش فاهم شو الزمالك عنده مشاكل كبيره جدا وينش في الدفاع والتخطيط العكسيه عنده خلينا نتكلم الاول في نقاط القوه طبعًا وبعد كده نتكلم في نقاط الضعف اللي عايز اكمله عايز اقول عايز اوصل لك يا كابتن اسلام ان مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك الاخيره لما نشوف نادي الزمالك في الشوط الاول وكم الرهبه اللي كانت عند فريق نادي الزمالك من النادي الاهلي احنا ما استغلناش واحده من النقط القوه عند نادي الزمالك انه بيقدر يرجع يعني بيقدر يرجع متخلف في النتيجه ضد النادي الاهلي يعني افضل سكواد في مصر في الوقت الحالي 1-0 بيرجع في الشوط الثاني 2-1 قبل احنا ما بنتعادل اللياقه البدنيه عند نادي الزمالك هو اللي مفنش الاربع دقائق وقت بدل ضايع هو اللي بيهدد مرمى محمد الشناوي في النقطه دي اتفضل. اكمل بس لان دي نقطه مهمه طبعًا جدا طبعًا. اللي انت بتقولها دي اتفضل. انا متخيل ان هي دي الفصل نعم في الموضوع لانه لماذا نادي الزمالك بيكمل الدقيقه 4 لانه كان عنده 40 و42 يوم اجازه نعم خلي بال حضراتكم من الكلام اللي احنا يعني من الشباب بيقولوه عشان ده كلام مهم جدا الحقيقه احنا حقيقه يا فندم مش كلام طالعين نبرر او نعمل كذا او كذا لكن دي الحقائق على ما سبق نعم الحقائق على ما سبق ان الفتره اللي فاتت الاربع دقائق الاخيره نادي الزمالك بيفنش بشكل جيد لانه خد 40 و42 يوم على ما اتذكر يعني عشان بس انا عارف هياخدوا الكلمه يقول لك لا مش 40 يوم دول 39 مثلا يعني انا بقول مثلا ف نادي الزمالك خد وقت راحه كبير وحتى لو ما كانش خد وقت راحه شوفوا فارق المباريات 150 مباراه ما بين ماتشات دوليه ومحليه للنادي الاهلي في سنتين ونادي الزمالك كم مباراه هو ده نقطة فصل شايفها في الموضوع أنا آسف إن أنا قطعتك واحدة من النقاط الواضحة جدا جدا اللي بيتفرج على ماتشات نادي الزمالك إن سيستم تغييرات فيريرا في الشوط الثاني بقى مسيستم بشكل واضح جدا أول تغيير عنده بينزل خلاص شيكابالا بقى التغيير الأول للفريق في الشوط الثاني وشيكابالا عنده أدوار هجومية محددة وبدأ يشيل من على كتفه خالص الأدوار الدفاعية عشان يخلي المخزون البدني اللي عند شيكابالا في الفترة هيلعب فيها من حوالي 35 من 40 دقيقة أو من 35 دقيقة لنص ساعة كلها متركزة في الهجوم وعشان كده شفنا شيكابالا بيعمل الأسيست الأخير في الهجمة المرتدة في ماتش المحلة وبيضمن مباراة ربما كان نادي المحلة كان عنده القدرة إنه يرجع في الشوط الثاني لكن هنا تقسيم الماتش ده هل ده فكر لعيبة الزمالك؟ لا هل ده تنسيق انا اسف يعني من ايام كارتيرون شفناه لا ده كل الامور دي احنا شفناها في نسخه زمالك فريرة فقط ده وجهه نظر كريم فيما يراه من نقاط قوه لنادي الزمالك هنكمل هذا الامر وهروح لايمن واساله ايضا احنا زي ما قلت لحضراتكم النهارده ممكن نطول مع حضراتكم شويه ما فيش مشكله لكن اهم حاجه نعرف ايه هي اهم نقاط القوه كيف يمكن التغلب على اهم نقاط القوه دي من جانب النادي الاهلي وفي نفس الوقت الناحية الدفاعية أو نقاط الضعف اللي موجودة في نادي الزمالك كيف يمكن أن يستغلها النادي الأهلي بعد الفاصل بقية نقاط القوة اللي موجودة في نادي الزمالك أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أيمن كنت هتتكلم عن أهم نقاط القوة بعد ما كريم أهم نقاط القوة اللي موجودة في نادي الزمالك بعد ما كريم قال من وجهة نظره أهم نقاط القوة يعني أنت معلش قبل ما تكمل فيريرا بالنسبة لك هو أهم نقاط قوة لنادي الزمالك طبعا صح؟ بعيدا عن طرق اللعب وكذا نادي الزمالك ما رجعش في المنافسة في الدوري إلا لما فيريرا وجهازه الفني جه لو كان كارتيرون مكمل بنفس السيستم اللي مشي بيه في اللي كان يعني بيلعب بيه في الدور الاول نادي الزمالك ما كانش فوق نظر الشخصيه ما كانش هيرجع للمنافسه في الدوري ما كانش هيوصل لفاينل الكاس القديم ولا كان هيقدم خالص الاداء الجيد بصراحه اداء جيد واكثر من جيد احنا شايفينه مع نادي الزمالك مع فريرة في الفتره الاخيره يعني هو بالنسبه زي يعني زي ما كريم استكمال لكلامه كون ان برضه هو بيستغل نزيف نقاط النادي الاهلي ان هو ثابت ومش متاثرين بهذا الضغوط هم التوفيق محالفهم زي ما احمد كده قال في توفيق في المباريات اللي لعبوها لان هم ماشيين بالسيستم بتاعهم وبيغيرهوش غير طريقه اللعب في رقم يعني بالنسبه لي كده واحنا بنبص على الارقام قبل ما نعرض الاحصائيات ياكد كلام كريم في حاجه فكره ان نادي الزمالك افضل الفترات اللي بيسجل فيها خلال الموسم دلوقتي هي النص ساعة الأخيرة من المباراة دي أعلى فترة تهديفية
لنادي الزمالك، ودي للمصادفه بعيدا عن المليون بدني 40 42 بدني. هادي معقول ليه؟ بس دي كانت اهم يا كابتن اسلام. النادي الاهلي اكتر فتره جاب فيها اهداف في الدوري هي من الدقيقه 75 للدقيقه 90، بس ده استنادا برضو لان انت في بدايه الدوري كان فرقتك واقفه على رجليها بدنيا وكنت بتقدر تكمل. لكن النادي الاهلي في فتره بيقع فيها ما بيسجلش فيها، اللي هي اقل فتره تهديفيه فيها اللي هي اخر ربع ساعه في الشوط الاول، وفي ربع ساعه زيهم كده في الشوط الثاني. هي دي من نقاط قوه نادي الزمالك ان هو في الفترات دي وبيقدر يسجل. هو حتى في المباراه بتاعه 2-1 لما رجع نادي الزمالك، رجع في المباراه تقريبا رجع في التوقيتات دي صحيح. يعني فهي دي لازم النادي الاهلي طبعا اكيد ريكاردو سوارش وهو بيحلل عنده محلل اداء للمنافس ومحلل اداء اكيد هياخد باله من النقط دي ان هو نعالج، لان مباراه نادي الزمالك الاخيره نادي الزمالك كان فعلا منكمش جدا. لو اي حد انا كنت في الاستاد الشكل العام في الملعب النادي الزمالك مش عايز يهاجم ولعبته خايفه تهاجم النادي الاهلي في الشوط الاول، لكن الشوط الثاني الامر تبدل لان الفرقه بعد تغييرات بدنيه تغييرات عمر السعيد فرقت خطيره عندهم. ولما بقى غير شويه بدل ما كان بيلعب بثلاثه فجاه لعب باربعه وابتدى يضغط النادي الاهلي، والنادي الاهلي بدنيا ما كانش جيد فقدر ان هو يعود. فهي دي اهم نقطه عند الزمالك حاليا ان فرقته واقفه على رجليه. فانت ازاي عشان خاطر توقع دي لما نيجي نتكلم في حته نقاط الضعف وازاي نقدر نتصدى للفكره دي، فدي انا من وجهه نظري اهم نقطه بنتكلم فيها مع اي حد، ان الزمالك هو قادر يقف على رجليه من فرصه واحده بيجيب الجون وبيقف على رجله. عنده محمد عواد انا اسف يا كريم التوفيق محالفه ان هو في الفتره ماشي دي كويس ماشي كويس، ده في ماتش المحله صادد كورتين كرباط من جوه الست يارده ما يتصدوش والله ما يتصدوا يعني المحله عامل قصدك ايه ما يتصدوش والله لا 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 صعبين كرة صعبين جدا صعبين جدا جدا كرباط من الست يارده كوره مش ممكن كوره معاذ الحناوي دي برافو عليك جدا برافو عليك. فالنهارده تتكلم المحله لما يبقى ليه اربع فرص تهديفيه مؤكده ما يجيبش منهم ولا هدف، الزمالك من ثلاث فرص جاب الجونين بتوعه، فهنا فرقه واقفه على رجليها. فدي نقطه لازم ناخد بالنا منها. حاجه كمان لو ممكن نعرض الاحصائيه اللي هي احصائيه الاهلي والزمالك بشكل عام في الموسم، في رقم مهم جدا الكريم اتكلم عليه فكره التمريرات، ان نادي الزمالك حاليا لان هو السكواد الحالي كاستحواذ هم ما بيلعبوش على فكره الاستحواذ. لما هنبص بقى احنا هنسيب اول ارقام يعني الهجوم بتاع النادي الاهلي افضل 48-44 الفرق مش كبير، ولكن فرص النادي الاهلي اللي خلقها لما نتكلم ان الاهداف المتوقعه النادي الاهلي 66 جاب 48، نادي الزمالك من 57 اللي هي عدد فرص خلقها لكن جايب 44 هدف. النادي الاهلي استقبل 20 هدف من اهداف متوقعه ان هو يستقبلها 31، نادي الزمالك استقبل 25 من 37. فالارقام الى حد ما قريبه، لكن فكره التمريرات ان النادي الاهلي من 23 مباراه اقل مباراتين عن نادي الزمالك، دقة التمريرات قريبة ولكن أعداد التمريرات عندي تتكلم في 12,000 إجمالا 12,957 تمريرة النادي الأهلي عملها على مدار السيزون في 43 مباراة، نادي الزمالك عمل أقل منهم في 25 مباراة. أوكي. فالنهاردة زي ما كريم كده بيقول هم فرقة بتسيب يعني مش مهم عنده الاستحواذ. مش فارق الشكل العام المهم النتيجة عملية. والمهم يخطف. ماتش سيراميكا وخطف الجونين وساب الكرة ثلاث أجوان ساب الدنيا لسيراميكا. وعايز برضه أقول عنوان بس قبل ما تروح لأحمد وجيمي، نادي الزمالك بيفنش الماتش احسن ما بيبدا. ايوه ما هو ده اللي احنا قلناه بدني، خلي بالك متدرج. ما هو ده الاداء اللي احنا بنتكلم فيه، او يعني لماذا نادي الزمالك بينهي المباراه بهذا الشكل؟ هو بدنيا لما نرجع بقى للسنه اللي فاتت ايه اللي حصل ومين اللي طلع من دوري المجموعات؟ الزمالك طلع من دوري المجموعات صحيح. الاهلي كمل ادي خمس ست مباريات تقريبا يعني فارق ما بين الفارق، مش فارق بدني فقط ولكن هو فارق كمان ذهني. يا جماعه ذهني فرقه الزمالك كانت عادي بتريح لان هم ما عندهمش ماتشات، فهم واخدين راحتهم في المباريات. ولما حتى اتكلموا انا اسف يعني هخش في حته ثانيه، لما فتره قعدوا يتكلموا وسط الجدول ومش جدول، في الاخر رئيس نادي الزمالك نفسه السابق لما طلع اتكلم في التلفزيون قال ان كل ضغطه المباريات اللي اتحط فيها نادي الزمالك في الموسم الماضي مع كارتيرون كان حسب كلامه هو باتفاق مع اتحاد الكوره ان هم ما عندهمش مشكله يضغطوا عشان خاطر يسيبوا النادي الاهلي عنده مؤجلات كتير، فالنادي الاهلي يبقى الضغط علي أكثر. فانا النهارده اهم نقطتين قوه عن نادي الزمالك زي ما بنتكلم كان هو فريق واقف على رجله كويس بيفنش بشكل جيد. ليه؟ لان عنده مخزون بدني افضل. ولكن لو هنتكلم عن نقاط فنيه، النقاط الفنيه قريبه جدا بشويه تركيز بشويه حاجات صغيره. ده احنا بنتكلم حاليا على نقاط القوه اللي موجوده في نادي الزمالك، وهنتكلم بعد كده عن نقاط الضعف ايضا اللي موجوده في نادي الزمالك. لكن خلينا بس يا احمد قبل ما اجي لك انت وجيمي ناخد اصدقائنا على الكاس يا اهلاويه.
رامز رامز الثابت بيقول الاهلي هيكسب مباراه كاس 3-1، معلول هيجيب هدفين، سجل عندك يا كابتن. حاضر هسجل. السلام عليكم كابتن اسلام، كل عام وانت بخير. الله يخليك. الاهلي اداره ولاعيبه وجهاز فني وجمهور كل محبين، من وجهه نظري سبب الاجهاد يا كابتن سببها عدم التدوير، كل جهاز جاي بيعتمد على مجموعه من اللاعبين. الاهلي هيكسب مباراه الكاس فرق هدفين. ماشي، وجهه نظر. طارق مصطفى بيقول راي الساده المحللين في اداء الفريق الفتره الاخيره وكيفيه التغلب على الارهاق هنقوله يا طارق في الجزء القادم في الحلقه. محمد النادي بيقول الكاس اهلاويه. رو بيقول احنا واثقين فيكم وان شاء الله الكاس اهلاويه. مهم جدا ان احنا نكتب، حضراتكم تكتبوا على الهاشتاج ده، لانه صدقوني كل لعيبه الاهلي بتنتظر انتوا بتعملوا ايه بتقولوا ايه، صدقوني. محمد عبد الفتاح للعيب النادي الاهلي الكبار، وليد سليمان، الشناوي، السليه، معلول، ازرعوا في اللعيبه الروح اللي افتقدها عدد من اللاعبين. نعرف مدى الارهاق والاجهاد ولكن ده قدركم، انتوا بتلعبوا في النادي الاهلي. ده محمد عبد الفتاح. وائل بيقول كلنا ورا فريقنا وهم لعيبه كبار ودايما بيبقوا رجاله في المواقف الصعبه. مظبوط. محمد بيقول الزمالك قدام المحله وسيراميكا اتهاجم كتير، ده الكلام اللي كان بيقوله كريم. السيد بيقول الكاس اهلاوي باذن الله. وليد العشري بيقول سؤال للساده المحللين، هي انسب طريقه لعب للاهلي مع السكواد المتاح حاليا وازاي تواجه بيها 3-4-3؟ هنقول بس يعني مش هنقول احنا طريقه لعب، احنا هنتكلم عن الزمالك اكتر يعني. دون عمر اللي بيقول عايزين معلول يلبس شاره الكابتن في الماتش اللي جاي. والله فكره جيده ولكن ما اعرفش يعني، دي حاجه تخص الشناوي اعتقد او كابتن فريق النادي الاهلي، هو اللي من حقه يقرر مثل هذا الامر. ممكن تكون يا دون عمر رسالتك وصلت. محمد هشام جمهوركم واثق فيكم، عايزين 11 راجل في الملعب. هي دي الحاجات اللي بتخلي الواحد من جواه كده قاعد عايز العب، عايز البس شورت وانزل بصراحه يعني. يوم ما بطل اشجع هكون ميت اكيد، بالدم بالروح الكاس مش هيروح. تمام. محمد صبري كاس اهلاويه، كل اللي هيشجع النادي الاهلي على سطر ويسيب سطر يبعد عننا، واللي عنده شك في الكاس هتكون في الجزيره يفارقنا، الاهلي شريان الحياه. الكلام ده مش اسلام اللي بيقوله، الكلام ده مكتوب على هاشتاج الكاس اهلاويه. بنت الكيان ايوشا تقول باذن الله هتكون حلقه ممتعه. طبعا ان شاء الله هنكسب باذن الله الزمالك في المتناول، فرقه مش صعبه اغلبها. لا يعني معلش برضو يا ابو حميد، لا فريق الزمالك يعني هما دايما بيحاولوا، او بعض المحللين الزمالكاويه بيحاولوا يوصلوا لك النقطه دي، ان يعني الفرقه واقعه. الكلام ده مش صحيح، فريق الزمالك فريق جيد زي ما كريم قال وايمن قال، انه فارق المباريات ما بين الاهلي والزمالك اللي لعبها النادي الاهلي ولعبت نادي الزمالك لعبوها فارق كبير. خلينا في المحليه بس، مش هتكلم على الدوليه كمان، لكن في المحليه فارق كبير، محليه والافريقيه يعني. محمد سليم بيقول على الحلوه والمره معاه. طارق بيقول يا كابتن اسلام لعيبه الاهلي رجاله وعلى قد المسؤوليه. دكتور الشافعي بيقول ايه الحل مع عبد القادر وصلاح محسن؟ الحل ان هم يبقوا موجودين لو المدرب شايف من وجهه نظره ان هم يكونوا موجودين. انا من وجهه نظري الدنيا المباراه قدام الزمالك هتحتاج شغل نفسي، مهم قوي الكلام ده. ده كارتر 60% وفني بنسبه 40%. مليون في المية كومنت صحيح. لاعبتنا حطوا في بالهم ان دي المباراه الاخيره ليهم في، لا يعني موضوع الاهلي فرحنا كتير، ارفعوا رؤوسكم يا اهلاويه على الحلوه والمره معاه. معلول الغالي عندنا. ده مسعد احمد. ابعتوا لنا يا جماعه على الكاس مش اهلاويه، انا عارف انتوا بتبعتوا لنا دلوقتي كتير، لكن ترشيح اللاعبين اللي المفروض يلعبوا يعني. ماشي يا ابو حميد، برضو خلينا نتكلم او هنفضل نتكلم عن اهم نقاط القوه اللي موجوده في نادي الزمالك. كريم بيقول فيريرا كمدير فني، اللياقه البدنيه اللي بتخليهم يقدروا يكملوا لغايه الدقائق الاخيره. ايمن تقريبا بيقول نفس الشكل. هل هناك جديد؟ الضربات الركنيه واحده من اهم الاسلحه الموجوده في الفتره الاخيره لنادي الزمالك، خلصوا بيها ماتشين. يمكن احنا اتكلمنا قبل كده هنا في البرنامج ان هم دايما بيلعبوها على قوس عند علامه منطقه الجزاء كده، عند علامه ضربه المرمى. دايما احمد سيد زيزو هو يعتبر افضل لاعب في الموسم السنه دي في الدوري المحلي،
يمكن هو اكتر لاعب مسجل اهداف، مسجل 12 هدف، عامل اكتر لاعب كمان عامل اسيستات، عامل 9 اسيست، وده بفضل قوه عرضياته. بشوف ان هو يعني اخطر مفتاح لعب عند الزمالك العرضيات بتاعه احمد سيد زيزو، واحد من احسن الناس اللي بتعرف ترفع في مصر بصراحه. مظبوط في ماتش المحله، مظبوط في ماتش المحله نادي الزمالك عمل كروسز 22 كروس، 22 كره عرضيه. هم بيعتمدوا على العرضيات دي. زيزو من ال 22 كروس دول عمل 9 صح؟ تسعة. اللي بعديه اللاعب اللي بعديه المسلوسي عامل 5 الباك اللي المفروض يلعب 5 باك هو المفروض اللي يعمل العرضيه. هتلاقي نصهم ضربات ثابته. لان هو مفتاح اللعب من الضربات الثابته والركنيه. هم بيعملوا، هم اسلوبهم تحول زي ما انت قلتوا لاسلوب دفاعي، تنظيم دفاعي ممتاز بال 3 4 3 وبتتحول ل 5 4 1 نفس المباراه اللي فاتت. هيقفل لك المساحات، هيلعب في وسط ملعبه، هيعتمد على الهجمه المرتده. صحيح. وبيلعب على التفاصيل الصغيره. ميزه الزمالك مع فريرا ان هو بيجيد اللعب على التفاصيل الصغيره اللي هي ضربه ركنيه، اعتمد على اشرف بن شرقي يتحرك في المساحه في ظهر الباك رايت ده. بس ده يعني ده المميزات عندهم. بس زيزو تحديدا عنده رقم كمان مميز، ان هو اكتر لاعب في الدوري صانع فرص. نعم. عامل 64 فرصه. انا يعني من غير ما احسبها كده انا متاكد ان 50 منهم 50 عرضيه، لان هو لعيب ممتاز جدا في العرضيات. فلازم نخلي بالنا في من الضربات الركنيه، سواء بقى هنستخدم طريقه الزون مع المان في نفس الوقت، او حتى يبقى في زون عند المنطقه اللي دايما بيتلعب عندها الضربات الركنيه. بشوف برضو ان تالق عواد فارق معاهم قوي في الفتره الاخيره. عواد بيمر بافضل فتراته تقريبا، عمري ما شفته بالمستوى ده بصراحه في الفتره الاخيره. كمان بيتصدر ركلات جزاء. نعم. يعني بيمر بسرعه رد فعل عاليه. بشوف الاطراف عند نادي الزمالك ممتازه، سواء احمد اللي هو سيد نيمار اللعيب الشاب ده، لعيب كويس قوي، صاعد بشكل كويس جدا، واحمد سيد زيزو واشرف بن شرقي. دايما احمد سيد زيزو بيبقى فاتح ناحيه اليمين، واشرف بن شرقي بيتحرك في المساحه اللي في ظهر الباك رايت. فبشوف ان الطرفين عندهم اجنحه كويسه مديهم شراسه هجوميه، وده مساعدهم في الهجمه المرتده. عشان كده فريرا لما طارق حامد مشى قلب وسط الملعب فضى، فما بقاش عنده غير رؤى وامام عاشور، فبدا يحول طريقه اللعب ال 5 4 1 ليه؟ لقوه الاجنحه. الزمالك قوته في اجنحته، زيزو وبن شرقي، الاثنين ممتازين والاثنين عاملين موسم كويس جدا. وبن شرقي كمان لسه مسجل ولسه مكسبهم من المباراه اللي فاتت، مسجل الهدف الثاني، فبيمر بحاله كويسه جدا. زي برضو ما انتوا قلتوا التغييرات عنده، بقى بيقسم الماتش بشكل كويس قوي فريرا. بيعرف حتى في المباراه اللي احنا تعادلنا فيها 2-2 قدر ان هو يطلع عمر السعيد وينزل شيكابالا كراس حربه، وبعدين راح مطلع بعد ما بدا يتقدم وبقت 2-1 راح منزل حسام عبد المجيد وحول طريقه اللعب ثاني ل5، رجع يامن، رحنا احنا رجعنا. فبيغير فيريرا ميستو ان هو بيغير طريقه اللعب اكتر من مره في الماتش. فانت انا شايف برضو ان رغم نقاط القوه الموجوده دي، النادي الاهلي لو كويس مفيش حد في مصر ولا في افريقيا يقدر ياخد. ما ده هنتكلم فيه في الجزء التاني. احنا خلينا برضو معلش، الناس قد يعني ترى ان احنا بنتكلم عن نقاط القوه في الزمالك، لكن احنا بنتكلم عن نقاط القوه داخل نادي الزمالك، فلازم يبقى الكلام كده. احنا يعني نوعا ما مش عايزين نكشف اوراق الاهلي من الاخر بالظبط يعني. كده بس طيب، لانه من الممكن جدا، من الممكن جدا ان احنا نرى مفاجآت كثيره. ايه اللي ممكن يحصل؟ ما حدش عارف. هل انا اعرف حاجه؟ ما اعرفش حاجه. قال كريم ما حدش عارف حاجه. فاحنا ننتظر ايه اللي هيحصل يوم الخميس القادم. ولكن احنا بنتكلم عن الزمالك واهم نقاط القوه اللي موجوده في نادي الزمالك يا جيمي فيما نراه خلال الفتره السابقه. طيب خلينا اربط بقى الكلام، طبعا الشباب قالوا معظم النقاط، خلينا اربط الكلام شويه ببعضه. يعني لما تيجي تتكلم ايه عامل الربط ما بين كل النقاط دي باستثناء الكرات الثابته، هنتكلم على الكرات الثابته تفصيليا ومعانا حلقات جايبينها للكرات الثابته بتاع طريقه قوه الزمالك في الكرات الثابته ازاي. أيوه. لكن الباقي كله، العامل الاساسي والرابط ما بين تنفيذ كل ده هو العامل البدني. لما اجي اتكلم على الكاونترز او التحولات والقدره البدنيه والفعاليه بتاعه الاطراف بتاعه نادي الزمالك، والاثنين اللي على اليمين وعلى الشمال سواء احمد سيد زيزو او اشرف بن شرقي، الفعاليه دي جايه من الجاهزيه البدنيه. اللعيب بيوصل لحد الدقيقه 90 وهو واقف على رجله، عدد مباريات اقل، بالتالي عمل لي مخزون بدني اكبر، قادر ان انا انفذ كل افكار المدرب. ليه الزمالك بيشتغل على الاطراف؟ لانه الراجل حول الطريقه ل 3 4 3. طريقه 3 4 3 مش طريقه دوميننت، يعني مش طريقه انا بعملها علشان اسيطر على وسط الملعب. نعم. انا بعملها عشان العب لعب مباشر. يعني ايه لعب مباشر؟ انا بحاول اوصل للمرمى باقل الطرق، باقل عدد من اللمسات. ده مشابه لطريقه كارتيرون، لكن كارتيرون كان بيعملها بال 4 2 3 1. انما فيريرا
عالج من ناحيه العيوب اللي عند الزمالك في الخط الخلفي بالثلاثة أربعة ثلاثة. يمكن كنا بنتكلم على محمود حمدي الونش، هنتكلم على المشاكل اللي موجوده في وقت لاحق في الحلقه، لكن الثلاثة أربعة ثلاثة دارت بعض العيوب. الثلاثة أربعة ثلاثة حولت طريقه فريرا اكتر لطريقه اللعب المباشر على الاطراف الكرات الثابته، وبالتالي ده اهم ما يملكه طبعا. هو ليه حول الطريقه لكده؟ لانه عشان يعظم من الكواليتي اللي موجوده عنده في الخط الامامي. مش يعظم، هو ده الكواليتي اللي موجود عنده. لا يستفيد منه، عايز يستفيد منه احسن يعني. يعني يستفيد منه اكتر طبعا من خلال زيزو ومن خلال بن شرقي. نروح للنقطه الثانيه وهي نقطه الكرات الثابته. يمكن التكتيك بتاع الكرات الثابته في العالم هو مجموعه من الافكار. في مدربين بيلجأوا لطريقه الاوفرلود، يعني بحط مجموعه من اللاعبين في مساحه صغيره وبعدين يبتدوا يتحركوا. لا، فرقه الزمالك الطريقه ثابته، التحركات ثابته، باللعيبه ثابته، ومع ذلك بيسجلوا منها. ودي نقطه قوه بالمناسبه طبعا. نقطه لما نيجي نتكلم هي نقطه قوه، فيها مشكله، لكن هي على عواهنها هي نقطه قوه. ان انا بحط اربع لعيبه وبيشتغل 3-1، يعني في ثلاث لعيبه بيبقوا قريبين كلهم قاطعين من اول نقطه البنالتي لاتجاه الكره لو الكره من ناحيه الشمال، او العكس لو من ناحيه اليمين، وفي لعيب قاطع دايما على البعيده اللي هو اللعيب الطويل، اللي هو ايا كان مين اللعيب اللي هيبقى موجود، بيكون اللعيب اللي هو حسام عبد المجيد في حاله حسام عبد المجيد لو هو اللي موجود، او محمود علاء لو كان موجود قبل ما يتم اصابه محمود علاء ويعتمد بعد كده على حسام عبد المجيد. فوجود الثلاثه دايما، وبحط اللعيب الطويل على العكسيه او على البعيده انها تترد عشان حتى لو عدت ترجع لهم تاني تنوع. وده اللي بيديني حلول. واحمد سيد زيزو بيعمل الكروسز، يعني احنا معانا الحالات لما نيجي نتكلم على الكرات الثابته في ماتش المحله هتقول الحالات. احمد سيد زيزو عمل اربع ضربات ركنيه ورا بعض في فاصل 11 دقيقه. الثلاثه الاولانيين ما راحوش في حته، ليه؟ كانوا بيتحطوا على البعيده، الاولى الثانيه الثالثه الرابعه اتسجلت، لانه غير بعد ما حط ثلاثه على البعيده راح حطت الرابعه القريبه دخل خدها اشرف بن شرقي. فده بيديك تنوع لما يبقى عندك حلول وانت مسست من اللعبه ومتفق على طريقه معينه تقدر تتحرك من خلالها، وطريقه التحرك بتاع المجموعه سواء على الكرات القريبه دي الكور. اربع لعيبه، اربع لعيب دايما اللعيب الطويل. نشوف مين اخر لعيب، معلش نرجع الكادر اللي فات، مين اخر لعيبه كابتن في على البعيده؟ حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد لو الكادر من الناحيه الثانيه هتلاقي حسام هو اللي ناحيه الشمال، ودي اللي حصلت في ماتش المولي. ايوه مظبوط. فهو هم عندهم حلول حتى في الكرات الثابته متمرنين عليها، وده خلى اللعيبه حافظه هي بتروح فين، مين بيقطع على القريبه، مين بيتواجد في ال 18. ادهم اربع لعيبه، اطول لعيب هو اخر لعيب في الاربعه، اطول لعيب هو اخر لعيب في الاربعه، عشان الكره لما تعدي تروح على البعيده يقدر يرجعها تاني، هو ما بيلعبهاش مباشر بيرجعها تاني. فبيديهم حل واثنين وثلاثه، وده بيدي حل كمان للعيب اللي بيعمل الكروس اللي هو احمد سيد زيزو، بيدي له حل ان هو يحطها القريبه يا اما يعلقها على نقطه البنالتي يا اما يحطها على البعيده. فده بيديك حلول وبيعمل ارتباك كبير في خط الدفاع. دي تاني نقطه مهمه جدا، الكرات الثابته واحده من نقاط القوه عند فرقه نادي الزمالك. نقطه الزياده انه لما بيغير هو اللعيبه كلها حفظت السيستم، لما بيقع منه لاعب او اثنين او ثلاثه ايقافات او اصابات هو مش بيغير السيستم عشان اللعيب، هو بيحط اللعيب. فهرجع بقى للنقطه الاولانيه اللي قالها كريم بتاعه تمرس فريرا. فرير عنده نوعين من التمرس، التمرس الاولاني السيزون اللي دربه مع الزمالك تمرس في بيئه العمل، بقى عارف كيف يدير نظام العمل داخل نادي الزمالك. دي النقطه الايجابيه الاولى عند فريرا. اتثبت تماما. ايه؟ والمره دي اتثبت تماما، خد الحريه كامله لانه كان معروف انه الظروف صعبه داخل نادي الزمالك بسبب ايقاف القيد والاداره كانت بتتدخل. المره دي ما حصلش تدخل، المره دي سابوه يعني. النقطه الثانيه انه لأنه ايه بقى، انا اسف يا جيمي، لانه يعتبر مطلب جماهيري بالنسبه لهم. نعم اتفضل. البريفليج او نقطه الميزه بقى عنده بقى الاضافيه على تمرسه في بيئه العمل، انه جاي هو سابق سواريش في انه عدد المباريات اللي خاضها مع نادي الزمالك، معرفته باللعيبه وكواليتي اللعيبه وتمرس داخل الفرقه، ده يديله نقطه ميزه ثانيه خلال السيزون الحالي مع نادي الزمالك. لما نيجي نتكلم على السلبيات بقى نتكلم على حاجات ثانيه. طيب بما ان هنطلع فاصل، لكن الناس عماله تقول لي يعني انا اللاعب ريال مدريد، لا لكن دي اهم نقاط القوه بالفعل اللي موجوده في نادي الزمالك. عندهم مدير فني جيد، عندهم كرات ثابته بيعملوها بشكل رائع بشكل سيستماتيك زي ما بيقولوا، عندهم حارس مرمى في افضل حالاته دلوقتي، الله اعلم ايه اللي هيحصل يوم الماتش. خلي بال حضراتكم ويجب ان نحترمهم طبعا، ويجب مش حته ان ممكن الناس تكتب لنا هو ريال مدريد هم دول احسن فريق في الدنيا، لا احنا بنلعب ماتش فاينل كاس يا جماعه بالظبط، والدنيا واضحه اهي. نادي الزمالك نادي كبير والفريق دلوقتي حاليا فريق كويس، لا يجب على كل من في منظومه النادي الاهلي كل ماتش في الوقت الحالي بصراحه
يجب أن نحترم منافسينا منافس. يجب أن نحترم منافسينا ونذاكرهم كويس عشان نشتغل كويس. دي شغلانة، احنا ما بنلعبش بلاي ستيشن، دي شغلانة. ويجب أنا بقول يعني إذا حد كتب الكومنت ده، إذا كنت أنت فعلا أهلاوي أول حاجة تعملها أن تتواضع قبل المباراة. بعد الماتش يا سيدي لما تكسب وتاخد الكاس في إيدك ابقى اعمل اللي أنت عايزه. طيب الاهلي ده حياتنا بيقول اقوال مقصوره الزمالك كاس مصر مش قوي ماشي. احمد رجب بيقول ان شاء الله الكاس في الجزيره ولازم الجمهور يدعم الاداره والمدرب ولاعبيه على الحلوه والمره معاه دايما. ممكن برضه اقول حاجه، الكاس مش قوي بالنسبه لنا، لا ده دلوقتي الكاس مهم بالنسبه لنا لان برضه طب هو كان بيقول او يعني الاهلي ده حياتنا بيقولوا ان الزمالك او الزمالكاويه كانوا بيقولوا ان الكاس يعني ده لا هو دلوقتي مهم لانه رقميا انت بالنسبه للزمالك احنا بالنسبه لنا لو بتلعب على اي حاجه اي حاجه مهم. سيد عبد العزيز الزوكي بيقول ازيك كابتن اسلام، بمسح حضرتك كابتن ان شاء الله الكاس. انا بقول من خلالك للكابتن معلول، لو رايت فيك عيب لقلت العيب في عيني. تمام كريم بدر، ماتش الاهلي ماتش الموسم للاهلي تمام، رجال الاهلي في الموعد ان شاء الله، و من بعدها الفوز ان شاء الله ربنا يسهل في الدوري. فرجاله بيقول يا ريت المدير الفني لما يكون في ماتش بطوله يبعد اللاعبين عن الميديا او يعمل معسكر ويسحب منهم التليفونات. خلاص اعتقد الموضوع ده انتهى، اللعيبه نفسها عندها المسؤوليه لهذا الامر. مصطفى ان شاء الله الكاس اهلاويه يا رب يا علي، انصر الاهلي الغالي. صباح الخير يا كابتن، صباح النور. انا عمرو من اسوان، اهلا وسهلا. سؤالي لملوك التحليل، من رايك ايه التشكيل المناسب، وهل 3 4 3 افضل ولا 4 2 3 1 مع الوضع في الاعتبار الحاله الفنيه والاجهاد الواضح على الفريق؟ انت كابتن اسلام تشوف لما بيكون الفرق بين مباراه الاهلي، لسه كان الدكتور احمد قايل هذا الكلام. طيب هنكمل كلامنا وخليني بس اطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم عن اللي شايف بقى ريال مدريد اللي احنا كنا بنتكلم عنه في الفقره اللي فاتت. هنشوف بقى ايه النقاط السلبيه اللي موجوده في نادي الزمالك بعد هذا الفاصل. الحقيقه حضراتكم موجودين دايما معانا على الكاس يا اهلاويه، الهاشتاج كاس يا اهلاويه. ابعتوا لنا، انا بحاول اخد على قد ما اقدر مجموعه المسجز اللي حضراتكم بتبعتوها او الاسئله اللي بتبعتوها لكريم وايمن واحمد ومحمد جمال. كريم خلينا بقى نبدا بعد ما اتكلمنا عن ريال مدريد زي ما الناس بتقول او على برشلونه بعد ده. لا انا بتكلم عن الموسم طبعا على سبيل الهزار يعني، لكن انا بتكلم عن دلوقتي. خلينا ناخد اهم نقاط الضعف اللي موجوده في نادي الزمالك وكيف يستطيع النادي الاهلي مواجهتها. نعم طبعا، تحول فيريرا زي ما قلنا ل 3 4 3 زي ما اداله بعض النقاط الايجابيه والكويسه ان هي تناسب القايمه الحاليه اللي معاه والعدد المحدود كمان، وانه يعالج كم المشاكل الاداريه اللي عند لعيبه نادي الزمالك. طارق حامد ساب الفريق وقال لهم يا جماعه انا مش هلعب تاني. رزاق سيسيه خد شنطته وطلع على بلده، والوكيل قال يا جماعه الراجل ده مش جاي تاني. محمد ابو جبل طبعا في وادي تاني خالص، وكل يوم يحط صوره من الساحل او معرفش منين من منتجع ان هو مش في دماغه الكوره اصلا، ففي مشاكل اداريه عند الراجل. هتحاول 3 4 3، اكبر مشكله في 3 4 3 في نادي الزمالك حاليا انه ما عندوش خط وسط. ثنائي خط الوسط في نادي الزمالك رؤى وامام عاشور عندهم مشاكل كبيره جدا 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 في عمليه صد الهجمات المرتده. دي اللي استطاع النادي الاهلي ان استغلالها في المباراه الاولى وحتى الفرق الثانيه. ده لو نفتكر ماتش الجيش وانبي، الهجمات المرتده هي اللي ساعدت الجيش وان هم يكسبوا. لكن دلوقتي في 3 4 3 حتى ايفن لو انت بتعمل هجمه مرتده ومفيش معاك هاف ديفندر كويس بكل امانه، طبعا رؤى لعيب مجتهد، امام عاشور برضه لعيب مجتهد، لكن مع كامل احترامي استحاله 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 نقارن الثنائيه دي بثنائيه طارق حامد وفرجاني ساسي. مستحيل يعني، في فرق كواليتي كبير جدا جدا. وبالتالي واحده من النقط ان خط الوسط معركه تقدر تحسمها، لان كواليتي اللعيبه عندك اعلى من كواليتي اللعيبه في نادي الزمالك. ولكن يبقى النقطه اللي جيمي اتكلم عليها كتير وهي العامل البدني. هل هوزع ولا هلعب بنفس السيستم؟ هل هنزل من اول مباراه اعمل هاي بريشر على نادي الزمالك وافضل العب بالسيستم ده، ولا هنوع؟ لان هنا مهم جدا 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 ان سواريش يبقى عنده ريفرنس او عنده معلومات سابقه عن نادي الزمالك، لازم يكون معاه تقرير عن شكل الفريق ده. ده مهم جدا. والنقطه الثانيه ان 3 4 3 كابتن اسلام دايما مشكلتها دي بقى كتاب الكوره هو اللي بيقول ما فيهاش بلاي ميكر. بالظبط، فالاعتماد على البلاي ميكر يجب الجزء ان يكون احد الطرفين. دايما كنا بنقول نفس المشكله ايام موسيميني في قفشه، ان قفشه في 3 4 3 هيلعب على الجناح، ف
فعشان يلعب على الجناح محتاج ان هو يخش يعمل شويه جهد عشان يخش العمق، ومين يعمل بقى دور الجناح الهجومي الفول باك اللي انت مطيره طول الوقت ومامنه بواحد في الخلف بمساك ثالث. وبالتالي بنشوف نادي الزمالك ثابت، هو بيتكلم عن اغلبيه نجوم نادي الزمالك بيتكلم على زيزو وبن شرقي. فصانع الالعاب بيتنوع بعض الاحيان، زيزو لما يتعب شويه وعايز لك شيكابالا برده لما بينزل، ما دي انا عايز اقول شيكابالا بينزل بقى شوط ثاني بس بحساب حاجه واحده، هل فيريرا هيلعب بمهاجم صريح ولا هيلعب بفولس ناين بمهاجم وهمي؟ معانا لقى ان عمر السعيد كان قاسم له الفرقه، الفرقه مقسومه وفي فجوه كبيره في نص ملعب، او ما شال عمر السعيد ولعب بفولس ناين في الشوط الثاني سواء كان شيكابالا او بن شرقي او حتى زيزو، بدات الفرقه تبقى كومباكت مع بعض قريبه مع بعض، فشكلهم بقى افضل. فنقطه مهمه جدا 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 في وجهه نظري الشخصيه، ويجب ان نتعلم منها من مباراه 2-2 الاخيره. هي قد تبدو فكره قديمه وقد تبدو فكره كلاسيكيه، ولكن انا مؤمن بيها تماما في الوقت الحالي، وهي يجب انك دايما تلعب على واحد من الثلاثه دول، لازم اكتر واحد هيمسك الكوره لازم تلعب عليه مان تو مان، ما يروحوش اقرب واحد، لازم تلعب عليه مان تو مان. بنفس الفكره كان بيعملها مانويل جوزيه مع شيكابالا ايام حسام عاشور. حسام عاشور كان دايما في ماتشات الزمالك مان تو مان مع البلاي ميكر، كان ساعتها شيكابالا طبعا بيلعب في مركز مختلف وبطريقه لعب مختلفه. وعشان كده بقول يجب بكره زيزو او خميس، قصدي يوم الخميس، يجب في المباراه الجايه يعني، يجب ان دايما اكتر واحد بيمسك كوفنا الزمالك في الملعب هو واحد من الثلاثه دول، ما بيخرجش منهم. احنا لما بنجيب احصائيات مباراه الزمالك الاخيره، اكتر اثنين لعيبه بيلمسوا الكوره زيزو وبن شرقي، يجب انك تلعب معاهم مان تو مان، ما تلعبش معاهم فكره معاهم. لازم مان تو مان، لازم يبقى في حد مركز معاهم جدا. بس هو انا كباك رايت او كباك ليفت هلعب مان تو مان؟ لا مش عارف، صعبه يعني بالنسبه لي هتبقى. لا ما هنا بروح لك، ما دي بقى النقطه اللي في الطريقه، ان انا هغطي ولا هسيب المان ولا ليها كذا حاجه. شرقي بينزل يستلم الكوره ما بيسمش شرط يستلم على الخط، هو بيخش على جوه الملعب، فيجب ان يكون في تعليمات. باك رايت وماسك بن شرقي بيبدا منين؟ نعم بيبدا منين؟ انا في نقطه اصلا بيبدا منين؟ بن شرقي بيبدا من على الخط. ايوه بس بيبدا من على الخط ويخش لجوه، فانا كباك رايت لو انا اللي ماسكه، ما انا هكلمك انا كباك رايت، لا انا اللي ماسكه هخش معاه لجوه. طب ما انا الحته دي فضلت مش قصدك يا اسلام، هم بيلعبوا 3-4-3 الاثنين الفول باكس اللي عندهم بقى مثلا فتوح وبيلعب على الناحيه الاخرى المسلوسي. وانس ان في طبعا في 3-3 في ورا ثابتين مالناش دعوه بيهم، المسلوسي وفتوح عندهم حريه الانطلاق طبعا طالما 3 وانس ان هم انطلقوا زيزو وبن شرقي عندهم الحريه ان هم يخشوا لعمق انسايد بالظبط كده. وضعا في الاعتبار طبعا ان احنا فعلا احنا لغايه النهارده ما نعرفش النادي الاهلي هيلعب ازاي، الله اعلم فعلا والله ما نعرف، هل هيلعب بثلاثه في نص الملعب زي ما كابتن قمصان لعب قدام بيراميدز، هل ممكن يديه نصيحه؟ هل ممكن ينصحه يقول له على فكره احنا افضل فتراتنا في الموسم ده لما لعبنا 3-4-3؟ هل سوارش زي مثلا جيمي مؤمن وبيقول لي، يقول لي هو راجل مؤمن تماما بطريقه 4-3-1 وما بيغيرها، بيغيرها 4-3-3؟ فاحنا فعلا ما نعرفش، ولكن احنا بس بنتكلم على هل سوارش بعد ايمانه بمانويل جوزيه يستطيع ان هو ياخد فكره مانويل جوزيه ان انا ارجع لنص الملعب واستنى؟ ممكن مانويل جوزيه عمل كده ممكن في قمه الاهلي، خلي بالك احنا الفتره دي كنا بنكسب كل حاجه. أي برضو اي يعني حتى الناس كلها استغربت بدايه المباراه، ده حل يا كابتن يعني، نعم؟ اللي حضرتك بتقول ده حل، ده حل، لكن الناس كلها استغربت بدايه المباراه ايام كانت 2005. قول لنا النتيجه بس واحنا نجيب لك الموسم. النتيجه 2-0 2-0 دي بتاعه ابو تريكا ومتعب 2005 2006 2005 2006 انا فاكر بقول لك. فانت كنت في الوقت ده تحديدا خدت كل حاجه برضو قبلها يعني. فانت الناس استغربت انت ايه اللي موقفك في نص الملعب، كلنا واقفين مستني، حتى احنا كلاعيبه في الاول استغربنا. وبالتالي قد تكون وجهه نظر. ايه هي اهم نقاط السلبيه اللي موجوده في فريق نادي الزمالك برضو يا ايمن بعد ما اتكلمنا في كل اللي احنا بنتكلم فيه؟ يعني برضو استكمالا للكلام، هو انا شايف ان نادي الزمالك الفتره الاخيره فكره ان فقدانه للكره تحت ضغط بشكل معين بيبقى كتير، يعني حتى لما بيلاعب فرق هي اقل منه في المستوى اللي هي ما تقدرش بقى تتكلم هنا تقول اصل القايمه والقيد واللعيبه، لا لان فرق الكواليتي كبير. لما بيلاعب الفرقه دي بتبقى سهل جدا ان هي تستخلص الكوره من نادي الزمالك في اوقات كتير في نص الملعب خصوصا، وبيروحوا مرتدات. ويمكن بما اننا بنتابع برضو ردود افعال اصدقائنا والناس اللي نعرفهم من محبي نادي الزمالك بنشوف ان هم دايما بيتكلموا في الحته دي، ان هم حتى وهم كسبانين 1-0 او 2 عندهم دايما الشك ان فرقتهم في اي لحظه لما بيتخطف منها الكوره
بيطرح عليها هجمه وبتبقى الهجمه دي خطره، كون بقى ان هي بعد كده ما بتدخلش جون تالق عواد او الكوره بتطلع بره لاي سبب ان كان يعني، ده خلاص. لكن دي نقطه ضعف موجوده في نادي الزمالك، اعتقد النادي الاهلي يقدر يعني ان هو يستغلها، بس يعني ان شاء الله الحاله البدنيه اللي احنا كلنا بنتكلم عنها هي دي اللي تبقى موجوده، الحاله البدنيه والروح، ان اللعيبه تبقى مؤمنه برضو ان المباراه دي من اهم مباريات الموسم، وان هو يعني لو حتى تعبان شويه لو طاقته حاسس ان هي 50% هو بالروح بتاعته يقدر يخليها 70%. فانا من وجهه نظري واحده من اهم نقاط الضعف في نادي الزمالك فكره ان هو بيفقد الكره بسهوله تحت ضغط، لعبته زي ما قلنا كده ان هم عشان ما بيلعبوش على الاستحواذ، وما ان هم بيمسكوا الكره ما بينقلهاش كتير، لان هي دي في لحظه امام عاشور ممكن تقطع منه الكره، رؤى ارتدادهم الدفاعي مش سريع، مش زي طارق حامد، حتى تدخلاتهم ما تبقاش زي طارق حامد. اساسي كان يعني كان طارق حامد مثلا تدخلاته القويه ويقطع الكره، اساسي اللي هي الفكره بتاعتنا نمسك الكره ووزع لعيبه، امام عاشور ورؤى لعيبه مجتهده، ولكن هم دي من ضمن نقاط الضعف بتاعتهم، فكره ان انت لو قدرت تعزل بن شرقي وزيزو عن ان هم يلعبوا بطريقتهم المعتاده دي نقطه ضعف، زي هي نقطه قوه لا هي نقطه ضعف كمان، لان انت لو عزلتهم خلاص فرقه الزمالك تقريبا شبه وقفت، وده اللي احنا شفناه في الشوط الاول في مباراه 2-2. زيزو لما كان بيضم ويكسر ما كانش بيبقى عنده الحريه بتاعه ان هو يصوب او يلعب الكرات العرضيه، بن شرقي في الشوط الاول عدى مره واحده بس تقريبا وعمل كره خطر، لكن في الشوط الثاني لما الحريه اتثبت لبن شرقي زي ما كريم قال اتسحب عمر السعيد ونزل شيكابالا، واللعيبه بتاع النادي الاهلي في الفتره اللي دي اللي هي بتبقى مخزونهم البدني بيبتدي يقل، لعيب نادي الزمالك كانت طايره على الاطراف، وبن شرقي عمل جاب الجون وعمل ساهم في الجون الثاني. فهنا النهارده هتعزل زيزو وبن شرقي عن نقاط القوه بتاعتهم، هم يكسروا لجوه ويشوطوا او يعملوا التمريرات بتاعتهم، وحته ثانيه ان انت لازم تستغل فكره ان الزمالك لما بيفقد الكره عنده بطء في الحته الدفاعيه، الونش عنده بطء، حسام عبد المجيد عنده بطء، عبد الغني لو هو اللي هيلعب عنده البطء، هم ساعات بيتدخلوا في الوقت السليم ان هم يعملوا التاكلينج ويقطعوها، لكن لو انت قدرت تكسر الحته دي خصوصا ان هم كمان بيتقدموا دفاعهم بيبقى متقدم في اوقات كتيره، تقدر النهارده ان انت دي واحده من نقاط الضعف اللي في نادي الزمالك لو استغلتها تقدر تحسم المباراه. وفي مباراه 2-2 ودايما انا بقول لان انا كنت محظوظ ان انا يعني كنت في الاستاد من الاعداد القليله اللي كانت موجوده في الاستاد، ان كنا نقدر في مباراه 2-2 دي الشوط الاول نكسر تخلص الدفاع في الشوط الاول، تخلص كره قفشه لو كانت دخلت 2-0، بعديها كان ممكن كره عبد القادر 3-0، الامور تنتهي خالص زي مباراه فيوتشر كاو. انا اسف يا كابتن اسلام لو اقدر اقولها، لو نقدر يعني اتحاد الكوره يعني يتواصل بطرق ما ان هو يقدر يزود اعداد الجماهير في اليومين اللي جايين دول، بما ان جماهير الزمالك والاهلي يعني التذاكر نفذت 2500 مع الالتزام ان الجماهير الى حد ما لما بتروح الماتشات مفيش مشاكل وكله بيشتري عن طريق تذكرتي والفان اي دي، فنتمنى ان هي بما ان ال 2500 تذكره خلصوا في دقائق يا كابتن اسلام والله العظيم في 5 دقائق كانت تذاكر جمهور النادي الاهلي خلصت في 5 دقائق، انا الناس بعتت قالت التذاكر نزلت، انا قبل ما غمضت عيني في 5 دقائق بالظبط، 5 دقائق بالظبط 2500 تذكره خلصوا. نتمنى طبعا نتمنى ان يعني ان بحبحها 2500 تذكره كمان بانه في استاد القاهره يعني. نتمنى ان ده يحصل طبعا، لانه في النهايه انا متاكد ان كل ما يزيد الجمهور ده في صالح النادي الاهلي بالظبط. خلينا ناخد قبل ما اروح لاحمد وجيمي، طارق النحاس بيقول الكاسي اهلاويه، انا زملكاوي عندي 55 سنه اوكي، اول مره اشوف قناه الاهلي تمام. كابتن اسلام انتوا بتتكلموا كلام محترم، يا ريت كل البرامج تتعلم منكم، في الاخر كلنا مصريين وبنشجع منتخب مصر، اشكرك جدا يا استاذ طارق. هاني احمد غنيم بيقول جمهور الاهلي بدمياط زعلان يا كابتن، عايز بطوله واداء، قدركم يا لعيبه انكم بتلعبوا في الاهلي لجمهور مش بيشبع بطولات ولا مكسب، وصلت كل هذه الامور للاعبين. امير صلاح مش غريبه ولا جديده علينا البطولات، احسن وافضل فريق في افريقيا واسالوا الكاف. منير ممتاز بيقول المفروض مدرب الاهلي يلعب بخطته ولا يلعب على اساس خطه الفريق الاخر، انا دي شايف سؤال رائع. انا شايف بصراحه يعني ده منير الافضل ان انت تسيب الكره لنادي الزمالك، ان انت تفاجئهم ان انت مش هتنزل مستحوذ. وجهه نظري ان احنا محتاجين في المباراه دي الافضل يلعب بخطته ولا ما تدخلناش في بخطتنا كنادي اهلي ولا ولا نستنى نشوف الفريق اللي بيلعب ازاي؟ نستنى ونشوف، الافضل ان احنا نستنى. طيب قول لي اهم بقى نقاط الضعف اللي موجوده. ماشي، اول حاجه انا بتكلم رقميا، نادي الزمالك رقميا خامس
اقوى خط دفاع في الدوري، يعني مش الاول ولا تاني ولا تالت. الاول مين؟ فاركو وبيراميدز، استقبلوا 17 هدف بس. التالت النادي الاهلي استقبل 20 هدف. الرابع نادي الجيش استقبل 21 هدف. نادي الزمالك الخامس استقبل 25 هدف في 25 مباراه. اذا هم بيستقبلوا هدف كل مباراه، اذا هم عندهم مشاكل دفاعيه كتيره موجوده. عشان كده قلت ان احنا نسيب لهم الكره افضل، عشان المساحات الموجوده في ظهر المدافعين زي ما انت قلت عندهم بطء، سواء حسام عبد المجيد، سواء الونش، سواء عبد الغني، اي حد هيلعب هم عندهم بطء في المساحه الموجوده في ظهر المدافعين. كل ما بتبان كل ما انت تقدر تستغلها. طب افرض هو سابها له، افرض ايه؟ هو سابها له، ما انت ممكن تسيبها له ونلعب كره دي. انت ممكن تسيب له، عارف ان في ماتش اتلعب كده، فاكر النجم الساحلي بتاع السوبر الافريقي لما كان الاهلي بيلعب اثيوبيا؟ اثيوبيا والله العظيم انا شفت جيش الملعب، عشان الملعب كان الدنيا حر، احنا كنا اتفقنا والتوانسه غريب، لا والنفس النفس طب احنا رحنا قبلها بيوم الاكسجين، التوانسه كانوا قلنا خلينا واقفين. وفي كمان مساحات بين الخطوط، مشكله الزمالك الرئيسيه المساحات بين الخطوط، المساحات ما بين المساكين، زي ما شفنا الجون الاول لو نجيبه في مباراه الاهلي والزمالك 2-2 الاخيره، الهدف الاول اللي سجله محمد شريف هي برده كوره طوليه ملعوبه بيلعبها عبد الغني غلط، رجعت واتردت لمحمد شريف قدر يسجلها. اذا طريقه 3 4 3 اللي بيلعب بيها الزمالك دي بتسبب مساحات ما بين المساك والباك، مساحات في الهاف سبيس سواء ما بين مثلا روق او ما بين عبد الله جمعه او ما بين امام عاشور والباك رايت بيبقى في مساحات. عندهم برده مشكله في الزون 14 ان روق راجع من اصابه واعتقد ان هو هيلعب واخد غرز، فدي في دماغه نتيجه الاصابه في مباراه المقاولين، فدي هتبقى برده مأثره عليه شويه في الراس، في ضربات الراس والالتحامات الهوائيه، فدي ممكن برده نستغل النقاط دي، مهمه جدا. يعني زي ما قلت لحضراتكم ده يعني المساحات اللي ما بين الخطوط، الزون 14 مشكله كبيره، المساحات اللي ورا الاطراف، اشرف بن شرقي بشوفه في بعض الاوقات ما بيرجعش يرجع، ما يعني ما بيرجعش يدافع كتير مع عبد الله جمعه، حاله عبد الله جمعه هي اللي فايقه، هي اللي بيمر بحاله هايله جدا، حتى لما نزل الشوط الثاني كان افيد بكتير من احمد فتوح، هو اللي فارق وهو اللي مدي اريحيه لاشرف بن شرقي ان هو يتوغل في المساحات بين الخطوط وان هو يقدر يسجل. الناحيه الثانيه برده سيد نمر لو بدا او حمزه المسلوسي، حمزه المسلوسي بشوف ان هو كارثه دفاعيه لازم نستغلها لو بدا من وجهه نظري، بس هيبدا لو بدا. انا شايف ان هو مش هيبدا، هو ما بيغيرش كتير خلي بالك، انا شايف ان سيد نمر ده ممكن يبدي وجهه نظري قدامنا. بس كان سايق في الماتش، بس سيد نمار فيريرا مقتنع بيه، عنده الحل الفردي، صغير في السن، سريع، بيعمل عرضيات، عامل جبهه كويسه. بس كان بدليل كان نقطه ضعف الشوط الاول، احنا هاجمنا معظم هجمات النادي الاهلي كانت من ناحيه اليوم نادي الزمالك، بس هجوميا الشوط الثاني كان واضح جدا ان فيريرا بيلعب بيجمع اللعب ناحيه الشمال وبيحول اللعب اللي لعبه عليها، ان هو بيحول اللعب عند سيد نمار الشوط الثاني عشان يعمل العرضيه. بس انت اللي دخلته في الجيم، انت اللي دخلته في الجيم جرأته الفرص. هو كان خايف، هو الولد نفسه كان خايف، سنه صغير وكان خايف، وناس الشوط الاولاني يعني كان واضح جدا انه مش قادر يشتغل. اخر حاجه يا احمد ده خلاص اوكي. جيمي برضو لانه السؤال ده مهم في اطار هل هيفرق ان الجنسيه واحده فيريرا وسوارش؟ لا، بمعنى ان هل ممكن يكون سوارش عارف طريقه لعب فيريرا في الانديه البرتغاليه اللي بيدربها؟ لان سوارش اسم، فيريرا اسم كبير في عالم التدريب في البرتغال، وبالتالي هل من الممكن، وسوارش طبعا اسم قادم في عالم التدريب خلال الفتره اللي جايه، فارق زمني كبير جدا ما بين الاثنين، ولكن في النهايه اكيد ما اعرفش هل ده ممكن ان انا بعرف طريقه لعب المدرب، طريقة تفكيره حتى والطريقة اللي هو معتاد انه بيعملها حتى لما بيبتدي يغير بيعمل ايه، ده شيء ايجابي طبعا. والاهم هو الانفو والريفرنس اللي كان بيتكلم عليه كريم، الناس تقول له الراجل ده بيشتغل ازاي من ساعة ما جه، لانه فيريرا سبق سواريش مع نادي الزمالك، فمهم جدا ان انا اديله انفو، اديله مرجعية طريق نادي الزمالك بيشتغل ازاي وبيلعب ازاي مع فيريرا. انت عارف ان هما الاثنين لعبوا في الدوري البرتغالي ضد بعض؟ لعبوا مرتين، وكان في مشادة بسيطة، ده فاز مرة وده فاز مرة. فاجمالا انه مهم ان انا بعرف طريقه لعب المدرب، لكن الريفرنس بتاع طريقه لعب المدرب ده مع الفرقه دي بالامكانيات دي ده اهم، مختلف ان هو لازم يكون عنده كلير داتا، وده اكيد عنده طبعا بطريقه لعب فيريرا مع الزمالك. نروح بقى لنقاط اهم نقاط، بس انا عايز ايه، لان احنا عمالين صرخوا لي في وداني، يعني احنا بقى لنا ساعه زياده. طيب واحنا بس شغالين كده يطلعوا لنا المشاكل بتاعه السبيسز اللي في عمق ملعب الزمالك. اوكي، في حالات، في حالات لو سمحت حطوها لنا حالات هم لغايه لما يجهزوها اكتر بسرعه، عبال ما نشرحها، انه
ان الزمالك بيلعب ب 3 4 3 عنده اثنين لعيبه ما عندهمش القدره على الكفرج الدفاعي. لما تيجي نطلع هي مش معانا الهيت مابس، لما تيجي تطلع الهيت مابس او الخريطه الحراريه لامام عاشور ومحمد اشرف رؤى او حتى محمد عبد الغني لما بيتواجد بيلعب في مركز 6، التمركز دايما هو تحت الكوره، في عشوائيه شديده جدا. فاللاعب اللي بيقدر يتواجد البلاي ميكر بتاع المنافس، ودي ظهرت جدا في مباراه سيراميكا كليوباترا بنزول صالح جمعه في الشوط الثاني، قدر انه يعمل 8 كرات من 8 فرص في 40 دقيقه. منين؟ من العمق، كل الكرات من العمق. طريقه ال 3 4 3 ده بعيد عن نادي الزمالك، هي دي مشكلتها الاولى، العمق والاستحواذ، ان انا بفقد الكره. كمان لما يكون عندي 2 لعيبه سي دي امز 6 و8 ما عندهمش القدره الدفاعيه الكافيه ان هم يعملوا ده، مشكله كبيره جدا. لما نيجي نبص هنا هتلاقي انه صالح جمعه هو اللاعب اللي بياخد الكره وسط الملعب. بص يا كابتن، دايره السنتر بالكامل فاضيه، لعيبه الزمالك تمركزات كلها سلبيه. والنقطه الثانيه اللي اتكلم عليها على المساحات، بص على اللاعب، لو نحرك نجيب الكادر اللي بعده، دخل قطع كل المساحه دي لوحده، قطع كل ماتش سيراميكا كليوباترا مش الاهلي، ماتش سيراميكا قطع كل المساحه دي. نبص بقى هناك خالص في اقصى الكادر، وقف اللاعب اللي في اقصى الكادر الشمال، ودي النقطه اللي كان بيتكلم عليها احمد قبل ما نروح للمشاكل اللي في عمق الملعب. طريقه ال 3 4 3 والتحرر بتاع الاثنين فول باكس، نادي الاهلي سجل ازاي؟ لانه حط الكوره ورا محمد عبد الغني حاول يلحقها ما لحقهاش. فالطريقه بتاعه الثلاثه والريبوزيشن او العوده للتمركز بعد ما الزمالك بيفقد الكوره فيها مشكله كبيره جدا، سواء في بطء العوده وعوده التمركز للثلاثي محمد عبد الغني محمود حمدي الونش تحديدا كمان، لان عنده مشاكل كتير جدا في التغطيات العكسيه، وحسام عبد المجيد، بالاضافه للخروج بتاع الاثنين فول باكس سواء سيد نمار او حمزه المسلوسي، والناحيه الثانيه احمد فتوح او عبد الله جمعه. دايما عندي مشكلتين، المشاكل للتمركز للثلاثي والمساحات ورا الاثنين الفول باكس، مساحات كبيره جدا جدا جدا. فانا عندي مشاكل ورا الظاهرين الاثنين الظهراء اللي موجودين يمين وشمال، عندي مشاكل ده نادي الزمالك، نادي الزمالك في الثلاثه اللي موجودين في عمق الملعب، عندي مشكله اكبر في عمق الملعب من وسط الملعب. ان هنا هنروح لنقطه واحده نتكلم فيها على النادي الاهلي، انه بغض النظر ان سواريش يشتغل بطريقته او يغير الطريقه او ان الراجل يلعب 4 2 3 1 ولا يغير يلعبها حوالي 4 3 او يلعب ازاي، مش دي قضيتنا دلوقتي. لكن قضيتنا انه مهم جدا انه اوزع الجهد، اقسم محمد مجدي قفشه يشتغل من مور دي بوزيشن، يشتغل من تحت شويه، نستغل الثغره اللي تواجد فيها صالح جمعه في الكادر اللي جبناه، نستغل الثغره الكبيره جدا في وسط ملعب الزمالك اللي تواجد فيها محمد مجدي قفشه، تقدر هنا انت تقدر تعمل خطوره، مش بس انك هتاخد الاستحواذ، لان قضيتي مش ان انا اسيب الاستحواذ ولا اخده. تمام. اخيرا من وجهه نظرك، التشكيل 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 تشكيل الاهلي والزمالك، ليس حتى لو يعرف تعرف تشكيل الاهلي، ما يعرف يقال، تعرف تشكيل الاهلي يعرفوش، ولو نعرفه ليس كل ما يعرف يقال. يعني خلي بالك، فعلا فعلا ناس كثيره جدا 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 محتاره فيما سيحدث في من سواريش، مش عشان حاجه، لانه راجل لسه جديد بيلعب بطرق مختلفه، عنده اجهاد واضح جدا، 150 مباراه في سنتين، الموضوع واضح هو جدا. هو نفسه في المؤتمر الصحفي كان واضح هذا يعني الكلام، انا حللت الفرقه وشايف ان الموضوع يعني صعب يعني. طيب خلينا عشان انت اللي على الجهاز، ابدا يا ثابت. انا اللي على الجهاز. اول حاجه، التشكيل متوقع من وجهه نظري 3 4 2 1 او 3 4 3 طريقه لعب فريرا. في حراسه المرمى محمد عواد، قدامنا التشكيل على الشاشه. في حراسه المرمى محمد عواد، 3 مساكين محمود الونش، وعلى يمينه محمد عبد الغني، وعلى شماله حسام عبد المجيد. الباك رايت هيبقى سيد عبد الله نيمار، والباك ليفت عبد الله جمعه. اوكي. الاثنين الارتكاز رؤى وامام عاشور، وامام عاشور هو اللي بيكمل وعنده ميزه التسديدات دي، برده واحده من الحاجات اللي احنا كنا ناسيينها في نقاط القوه، تسديدات امام عاشور. اشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو اثنين على الاطراف في الاجنحه، وقدام سيف الدين الجزيري. اعتقد ان ده الاقرب. ليه سيد عبد الله مش حمزه المسلوسي؟ انا شايف ان فريرا مقتنع بيه وبيعمل له جبهه كويسه، وبيجمعوا اللعب ناحيه الشمال وبيحولوا له ناحيه اليمين. شايف ان عبد الله جمعه بيمر بافضل فتراته، زي ما عواد بيمر بافضل فتراته، حتى لما نزل الشوط الثاني كان افضل. حسام عبد المجيد لما بدا ياخد قدر يسجل هدف، فهو كمان الفتره الاخيره في شك شويه على محمود علاء، فبدا يدي لحسام عبد المجيد. الثلاثة اللي قدام لا خلاف عليك، ده حتى هم بيسخنوا من كريم انت اللي عليك. انا متفق على التشكيل، مختلف بس على اثنين فول باكس، شايف ان الاقرب اللي هيبداوا ايمن المسلوسي على اليمين، وفتوح حمزه المسلوسي على اليمين، وفتوح على الشمال، لانه واضح جدا جدا هو مش هيكرر غلطه الاعتماد على
لعيب شاب صغير يبقى عنده مشكله نفسيه في ارض ملعب. اه لعب في الفتره اللي فاتت وظروفه في الماتش في مباريات اخرى يعني. اه لكن لا صعب جدا ان انا افضل لاعب شاب على لاعب عنده خبره زي حمزه المسلوس. حتى مع الاعتراف ان فيريرا دايما بيحاول على قد ما يقدر يثبت التشكيل مخاطره. لا بس هنا دي مخاطره مجازفه ملهاش مبرر يعني. ممكن في مباراه 2-2 كان ليها مبرر ان هو كان الوحيد اللي موجود الباقيين كانوا مصابين. لكن دلوقتي لا ما يعمل دماغ فيريرا في وجهه نظري ما تروحش الحته دي. وعلى الناحيه الثانيه انا في وجهه نظري هيسيب عبد الله جمعه ورقه معاه على الدكه افضل من منه يبدا بيها ويدي احمد فتوح استمرارا للعبه قدام ماتش في ماتش المحله كاساس. ايمن تقريبا التشكيل يعني برضو نفس التشكيل اللي تم عرضه ده. احنا انا ولا ثابت؟ آه انت شكرا. معاه هتلاقيه بيطلع هو نفس نفس اللعيبه اللي بتسخن نفس التسخين. تسخنوا من دلوقتي مش مشوار لسه 3 ايام بدني بدني يعني عندهم بدني اهو. في عندهم هم هم عندهم بدني مستريحين. هم مستريحين. هي الفكره كلها بتاعت حمزه المسلوسي واحمد فتوح ان الراجل لما اللعيبه دي رجعت من الاصابات بدا بيهم فكون ان هو بيبدا بيهم هو من الفكر بتاعه ان هم دول اللي كانوا اساسيين عندي فهم اللي هيبتدوا. خصوصا ان احمد فتوح ده لاعب دولي وحمزه المسلوسي راجل محترف فهم دول اللي هيبتدوا. وانا بتفق ان هو هيخزن بيخزن اللعيبه الصغيره قدر المستطاع عشان لما ينزلوا بيبقوا نازلين فريش نازلين يقدروا يعني يجروا لان هو قوه الشباب اللي لما نزلوا هم لعيبه شباب مع الراحه بتاعتهم بالظبط يعني. بنتكلم ان لما اسامه نبيه يوسف اسامه نبيه او سيف جعفر لما نزلوا هو كل القصه عندهم ان هم بيجروا. الجون اللي جابه اعتقد سيف الجزيري في مباراه يوسف اسامه لا في بنك الاهلي مباراه البنك الاهلي يوسف اسامه نبيه كان بيجري من الجون بتاع نادي الزمالك قاعد يجري بالكره لحد الجون بتاع. فهي دي الفكره. فاعتقد هي 3 4 3 هو الشكل اللي هيبتدي بيه عكس ماتش المحله. هو لعب ويخزن الشباب للشوط الثاني ويخزن عبد الله جمعه وسيف ونيمار للشوط الثاني وتغيير شيكابالا المعتاده معتاده. فهو ده الشكل الاقرب للنادي الزمالك لان ما اعتقدش ان هو هيلعب اربعه قدام الاهلي في بدايه ما اعتقدش. وما اعتقدش ان محمود علاء فت ان هو يرجع يبتدي على حسام عبد المجيد يعني. جيمي ما فضلش غيرك. مش هستنى سمير يقول لي ايه. نفس التسخين. طيب 3 4 3 بنفس الشكل لكن تشكيل مين؟ احنا الثلاثه تقريبا تشكيل واحد. يعني كان هو الاختلاف على الفول باكس ان وجود حمزه المسلوسي لانه بعد عوده بعض اللاعبين من الاصابات كلهم رجعوا دخلهم تاني في الفرقه. لكن بالاضافه للتشكيل ده في تريك صغير هو عمله الماتشات اللي فاتت نظرا للنقص والغيابات انه كان اللاعب الثالث اللي في الخط الخلفي كان بيجيب ظهير عنده بعض القدرات الدفاعيه ويحطه ثالث. عمل ده مع حمزه المسلوسي في مباراه المحله وزق محمد عبد الغني كلاعب مركز 6 نظرا لاصابه محمد اشرف رؤى. وعمل ده مع محمد عبد الشافي في مباراه النادي الاهلي. فانه التراك البسيط اللي ممكن يتعمل غير التشكيل اللي محطوط على السكرين انه وجود حمزه المسلوسي على كفول باك ناحيه اليمين واحمد فتوح كفول باك ناحيه الشمال وهو ده الخلاف تقريبا في التشكيلات اللي احنا حطينا الاثنين الفول باكس. التراك الزياده انه ممكن يحط اللعيب الثالث لو هو قرر انه يعتمد على عبد الله جمعه او قرر ان هو يعتمد على سيد نمار في الفول باك ناحيه اليمين او ناحيه الشمال انه ممكن يعتمد على حمزه المسلوسي كلاعب ثالث في الخط الخلفي. ليه هو عمل كده في التوقيت ده؟ لانه كان عنده مشاكل في الخروج بالكره ولا زال عنده مشاكل في الخروج بالكره من الخط الخلفي بيضطر ان هو يطلع عن طريق واحد من الظهيرين فلا زال عنده مشكله في الخروج بالكره. كان بيحاول يعالجها بانه اللاعب الثالث اللي في الخط الخلفي يكون كورته افضل شويه. وحاجه اخيره ان هو صعب جدا ان حته حتى لو بيلعب بثلاثه ان الوينج الجناح اليمين او الباك اليمين يبقى لعيب كله هجومي زي محمد اوناجم مثلا. هو كان بيلجأ ليه في المباريات اللي هي المنافسين بتوعها بعيد عن نادي الزمالك وترتيبهم بعيد ولحد ما مش بيلعب النادي الاهلي. فاعتقد برضو التركه دي صعب يلجأ ليها ان هو حتى لو بيلعب بثلاثه يخلي محمد اوناجم كده على طريقه محمد بركات في طريقتنا مع الاعتذار طبعا هو كان بركات ساعات بيلعب على حساب حضرتك يعني. لا لا عادي انا وبركات واحد. لا عموما طبعا انا بشكركم جدا على كل هذا التحليل يعني فصصنا فريق الزمالك ان شاء الله خلال اليومين اللي جايين زي ما قلت لحضراتكم سيظل دائما او ستظل دائما قناه الاهلي السند
والدعم الكبير مع جمهور الأهلي طبعا أو قبلنا جمهور النادي الأهلي سيظل السند والدعم الكبير لما سيحدث خلال الثلاث أيام القادمة. الثلاث أيام القادمة هيبقى دعم فقط زي ما حضراتكم شفتوا. بالمناسبة الأربع لاعبين اللي احنا اخترناهم النهاردة عشان نعمل لهم تقارير ونتكلم عنهم ده كان اختيار الجمهور. بكره ان شاء الله هيكون معايا اربع او خمس لاعبين اخرين، بعد بكره هيكون معايا اربع او خمس لاعبين لغايه يوم المباراه ان شاء الله، علشان احنا عندنا بسم الله ما شاء الله عندنا لاعبين كلهم ابطال، لاعبين كنا زعلانين منهم شويه لكن دلوقتي خلاص الموضوع انتهى بالنسبه لنا، الموضوع انتهى بالنسبه لنا، الكل يستحق الدعم، هؤلاء اللاعبون جابوا لنا بطولات كثيره جدا وان شاء الله يوم الخميس تكون بطوله تضاف لرصيد النادي الاهلي وتضاف على تيشرت النادي الاهلي. انا بشكر حضراتكم، انا بشكركم طبعا على وجودكم معانا النهارده، كريم سعيد، ايمن جلبرتو، احمد ثابت، محمد جمال، انا بشكركم جدا على تواجدكم معانا، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، غدا حلقه جديده من البيت الكبير.